كان بياكل كشري في المحل اللي عاملها شبرا فيها، وخارج بيتفرج على الاحتفاليه بتاعت سيسي يعمل انتخابات، ناس مؤيدين لسيسي بيحتفلوا. فقال الوقت بقى بيتفرج الراجل اللي كان ماسك الدعايه بتاعت سيسي في شبرا رخيم عندنا، بينه وبين خلافات بقى لاكثر من سنتين، اخوه كان واقف وسط الناس اللي بيحتفلوا، شاف ابني يجري ورا الولد، هو الولد ده اللي بيقطع اليوبك، هو الولد ده اللي بيقطع اليوبك، مسكوا الولد. المواطنين الشرفاء اربعه وخمسه تقريبا واتصلوا بالاسم، وجه الاسم خدوه. رحت معاه الاسم، ايه حسن الموضوع؟ حسن زهران ده اللي هو كان ناصر محمد السيسي، ايه الموضوع اللي ابنك قطع اليوبك وعمل 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 وعمل؟ قعدت الحال عليه في الاسم اكثر من ساعتين ثلاثه. كان ضباط امن الدوله موجودين والدنيا كانت موجوده في الاسم، خدوا الولد وضربوا الولد. اتعملت محاضر، حرب يوفق السيسي، انتماء الجامعه محظوره، تقدير السلم والراي العام، قطع طريق، قال نظام الحكم، حوالي سبع تهم او ثمان تهم تقريبا. رحنا النيابه ثاني يوم، قالوا تحريات الامن الوطني، رجع الاسم، رجعنا النيابه ثالث يوم. كان قرار النيابه 15 يوم. الولد كان في وش ضرب، وكيل النيابه الراجل مشهور طلب عرضه على الطب الشرعي، ما تعرضش الولد على الطب الشرعي. هو دلوقتي محتجز في معسكر الامن المركزي في بنها من تاريخ 18/5 يعتبر في معسكر الامن المركزي حتى اليوم. هو دلوقتي الاسبوع ده متواجد عشان بيمتحن نص السنه في اسم ثاني شغل فيه. المعسكر لا فيه زيارات ولا بنعرف ندخل اكل غير بالذل على ما ندخل رغيف عيش الاولاد. تواصلت ووصلت مدير امن الجنوبيه، قال زيارات معسكر الامن المركزي المعسكر مش هتسيب طريقه. رحت للنيابة، قابلت كل النيابة كتير جدا، قال لك ده مش تبعهم، دي منطقة عسكرية ما هياش تبعهم. قدمت خمس بلاغات للنائب العام والتماسات آراء النائب العام إن يخرج سبيله يحولوا محكمة، ما فيش أي حاجة من دي حصلت. رجعت تاني قدمت شكوى لمدير أمن الأجوبية، ضابط المباحث المسؤول عن السجون، قالوا لنا ضابط مباحث السجون هو المسؤول. دخلنا للراجل مشهور ودخل لمدير الأمن، قال له لا معسكر الأمن مش تحت سيطرتكم. طب أنا السؤال اللي بسأله دلوقتي، معسكر الامن ده عاوز اعرف تبع مين بالظبط؟ منطقه عسكريه تبع الجيش ولا تبع الشرطه ولا النيابه ما لهاش سلطه عليه ولا القضاء ما لهوش سلطه عليه؟ علشان احنا محتاجين الاولاد لما هي منطقه عسكريه مش خايفين على الاسرار العسكريه بتاعت البلد من الاطفال ديت تتسربها بره لاسرائيل ولا لامريكا ولا يشتغلوا جواسيس بعد كده؟ ده سؤال انا بقوله الراي العام وعاوز حد يجاوبني عليه. تواصلت مع جميع المسؤولين وعاوز مسؤول يقول لي تهمه ابني ايه؟ المحضر كل كبير وصغير يمسك المحضر، تقطيع السيسي، تقطيع السيسي. ايه القضيه اللي على الولد؟ انا مش عارف. ايه اللي ارتكبه الولد طفل عنده 15 سنه ووصل 16 سنه عندهم؟ ايه القضيه اللي يعني نفسي اشوف الجرم؟ ايه هو الجرم؟ انتماء لجماعه ارهابيه. طفل النهارده لما انت بتصنف الطفل وهو عنده 15 سنه ده ارهابي، امال لما يكبر تعمل فيه ايه؟ عاوز حد يرد عليا ومسؤول يرد عليا لما طفل عنده 12 سنه 13 سنه 14 سنه بتصنفه ان هو ارهابي من النهارده. انت منتظر منه ايه لما يكبر يبقى عنده 20 سنه و25 سنه؟ في زملاء في المعسكر تحولوا محاكم عسكريه وممكن يوصلوا لسنه ما هذا الكلام. عنده 17 سنه احمد سيد يوسف متحول الاسبوع ده لمحكمه عسكريه. وكان بيمتحن في اسم تاني شبرا فيما معدي. احنا تقريبا ما شفناش الولد غير في فتره الامتحانات ديت. دخلنا الاسم وشفنا الولد وقعدنا واتكلمنا مع الولد. طول مده الاحتجاز من 18/5 لحد ما جه يمتحن ما نعرفش اي حاجه عنه. واحد بيتعرض زي ما الحاجه قالت بيرمي لنا ورقه بناخدها بنعرف دلوقتي ايه. انا عاوز الاسبوع الجاي تجيبوا لي زياره وتجيبوا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. الزياره عشان توصل للولد بيتاكل نصها في السكه. الولد اشتكى لنا اكتر من مره في امراض جلديه عندهم. بيستحمى بميه ساقعه في عز الشتاء ده. طب ايه المعامله الانسانيه الكريمه اللي بيعملوها لنا دي؟ نعيش في البلد ازاي؟ الولد بيبعت لنا ورق من جوه شوفوا شقه غير احنا ساكنين فيها عشان لو طلع ما تمسكش تاني. يعني هو جوه بيفكر لما يطلع هيتمسك لو عارف هيتمسك تاني. طب ايه المحصله او ايه النتيجه او هنوصل لحد فين بالطريقه دي؟ نائب عام قابلت، محامي عام اداني وعد قاطع مستشار محمد عبد الشافي، كان كلمه في اخر شهر 9 قال كل قضايا الاطفال والبنات هننهيها قبل دخول الدراسه. مفيش اي حاجه تمت. نفسي مسؤول يديني كلمه او اقول للمسؤول الفلاني انا هروح اقابله بطريقته هروح اقابله. بس يكون
كلمته سابقه وكل صوت معايا في المهم. دخلت للمحامي العام الموضوع الخيمه 3 مرات يقول لي اصبر خليك صبور. صابرين. وايه النهايه؟ ايه المحصله؟ هنوصل لحد فين؟ الاطفال ذنبهم ايه؟ قطع يافطه السيسي. طب بعد قطع ايه اللي حصل تاني؟ هل دي جريمه؟ يعاقب عليها القانون؟ ده طفل من الاطفال. لما احتجزي الولد في الاسم وانضرب قالوا له لو قلت لنا على 3 من زمايلك هنطلعك. تحت تاثير الضرب اللي انا شفته في وش ابني وفي رقبه ابني اعترف فلان وفلان وفلان زمايلي. شبكوهم في قضيه 13 واحد مع بعض، 3 احداث و10 كبار. 3 احداث، واحد احمد ثانيه ثانوي، في واحد في اولى ثانوي، واحد في ثالثه ثانوي. كل ما نزل تجديد 45 يوم، كنا 15 كبرنا شويه الحمد لله بينا بناخد 45 يوم. في تقدم الحمد لله كويس. مش عارفين المره الجايه فيها ايه. قضيه مش دي قضيه. في احد الجلسات الكلام ده المحامي قال لنا، المحامي قال لهم انتوا عاوزين تبينوا لي ان دول ما عملوش حاجه في القاضي. دول اكيد كان في نيتهم يعملوا حاجه. طب حضرتك بتاخد بالنيه ولا بتاخد بالفعل؟ اثبتوا ان هم مش اخوان. ده كلام القاضي في الجلسه، اثبتوا ان هم مش اخوان. رد المحامي بتاعي عليه قال له اثبت انت ان هم اخوان. قال كان في يوم 27 10 كان يبقى 28 قبلها الوقفه والكلام ده. قال لا 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 احبسهم بدون قبل 45 يوم علشان بكره الثوره التظاهر الواحد يطلع يقتل يموت. محمد قال له طب يطلع واللي يموت يموت، انت مالك انت سيادتك؟ ادي القضاء وادي شغلنا وادي قضيتنا وادي النهارده الحكومه انكرت او الداخليه انكرت ان مفيش حد في المعسكر المركزي. في 6 زنازين هناك، الزنزانة متوسطها فيها 20 واحد أطفال. في 6 في 20 ب120 واحد، ده متوسط، التوقع متوسط ممكن يزيد ممكن يقل شوية. ده كده المحصلة الموجودة في معسكر الأمن المركزي. مفيش زيارات 18/5 ما عرفناش نخش زيارة. الأمهات راحوا وقفوا عملوا وقفة احتجاجية قدام المعسكر، خرجوا ضربوهم وطردوهم وكانت بهدلة. تاني يوم على الفيسبوك لقيت صورة متصورة للمعسكر من فوق وصورة السجن ومشار عليها بسهم، اللي هو ده السجن اللي الحكومة بتنكر، الداخلية بتنكر وجود أطفال فيه. تقريبا الصورة اتصورت ازاي أنا معرفش، شفتها موجودة والتواصل بتاع الناس على موقع الفيسبوك بيقول عليها. فإحنا عاوزين نشوف إيه هنوصل لحد فين مع الأطفال. هل هم دول رجالة المستقبل إحنا بنأهلهم كده إن هم يبقوا رجالة يقودوا البلد؟ هل ده تأهيل الدولة لرجال المستقبل؟ انا مش عارف اقول ايه تاني. بهدله في الـ 8 شهور اللي فاتوا دول، يعني ما ورد، يعني الواحد ما كانش في خيال يشوفها. مقابلات مسؤولين قابلنا وعرض قضايا على ربنا والمحصله كله اصبر وخليك صبور. الى متى؟ السؤال الى متى والى اين نحن زي ما قلنا. شكرا.